السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ انا هكلمكم النهاردة عن ايكونيك الفاشن، فاشن ايكون بربري. بربري لما دخلت على الهيستوري بتاعها عرفت ان واحد اسمه توماس بربري ده اسس الشركة دي سنة 1856. شركة بربري يا جماعة من الشركات الانجليزية انجلند 1856 لحد بقى ما قعد بقى البيزنس يكبر يكبر يكبر، وفي 1870 ابتدى بقى يوسع شغله اكتر لحد ما عرفناها بربري دلوقتي. بربري يا جماعه مش سويسري، ماركه بربري مش سويسري. اللي انا في ايدي الساعه اللي معايا دي بربري، الموديل بتاعها اسمه بي يو 29 او 9024، ثواني هعرف لكم يعني الموديل بتاعها ايه بالظبط. دي ساعة من ساعاتي المستعملة، طبعا انا استعملتها شوية حتى في خبطة من فوق على الشمال اهي. بس هي طبعا ساعة محترمة جدا، ساعة كلاسيك قوي يا جماعة. ساعة السيكنس بتاعها، السيكنس اللي هو السمك بتاع الساعة 9.3، زي سمك الساعة التيسوت للوكل. ساعة مقاس 40، مقاس 38، طبعا هي الراوند شيب مقاس 38، الدايل مقاس 38 اللي هي المينا مقاس 38، طبعا بالراوند شيب اللي حواليها ده اللي هو الكيس بتاعتها، يعني الظرف بتاع الساعة او الكيسة بتاعت الساعة دي مع الكراون تعمل حوالي 40، تعمل مقاس 40 ملي. طبعا انا الاستيك بتاعها متقطع خالص، انا مركب لها استيك جلد كويس. انا بحب على فكره الاستيك المنقرش ده، على فكره صح يا جماعه، انتوا هتلاقوه في كذا ساعه من عندي. بس كده الساعه في ايدي اهي، كمان الساعه في ايدي كويسه جدا كويسه جدا يا جماعه. الساعه مقاس 40، دي طبعا بلبسها على قميص زي كده، يعني حوالي برفعه كده شويه عن الاسوره بتاعت ايدي. ما ينفعش طبعا البسه على نص كم او تلت كم اللي هو بيبقى نازل من بعد الكتف بشويه ده، لا تبقى لازم على ساعة كده، لازم قصدي على ايد تبقى الكم مثلا متشمر يعني ايه مرتين كده فوق بعض، عشان هي ساعة مش كبيرة ولا صغيرة، هي ساعة متوسطة، فلازم تبقى يعني ايه تبقى لابسها في وضع كويس، وضع مثالي شوية. الساعة دي تحفة يا جماعة، الساعة دي طبعا مقاس 40 ملي، طبعا ضد المية 30 متر، بس طبعا دي ولا انزل بيها مية ولا اعمل بيها اي حاجة، هي بكبيرة او لو هتوضأ او اغسل وشي كده زي الفل، او مطره كده زي الفل قوي. الساعه طبعا يعني حالتها ممتازه، وكمان بتشتهر البربري بالتكستايل دايل، اللي هي الدايل بتبقى رسمه عليها العلامه بتاعتها، حتى تلاقي المينا غريبه كده مضلعه كده، تحس ان هي مضلعه، دي مينا اسمها مينا كمبيوتر، دي بتبقى رسمه عليها رسمه بربري اللي بتبقى على الكراون من هنا ده كده. ساعة تحفة بمعنى تحفة، حتى الباكل بتاعها كويس. الساعة دي اللاج سايز بتاعها او مقاس الاستيك بتاعها من فوق 20 ملي ومن تحت 18. دي كده خليها معلومة ليكم كده يا جماعة، دي كده كستاندرد في الساعات بتكون لو الاستيك 20 ملي من فوق او 22 ملي بينزل على 20، يعني بتنقص منه 2 ملي وهكذا، يعني كل ما تبقى الساعة 24 ملي من فوق هتلاقي 22 ملي من تحت وهكذا، ده الستاندرد بتاع الساعات، بتاع قصدي الاوستيك، يعني اي اوستيك بيبقى كده. ثواني بس اصورها لكم من ورا هتبقى عامله ازاي. الموديل نمبر بتاعها زي ما قلت لكم 9024، هي 50 متر طبعا ضد الميه، طبعا انا ولا يعني بيفرق معايا الموضوع ده خالص، 30 متر زي 50 متر. دي ساعه كلاسيك مش سبورت، دي ساعه مش 200 متر 300 متر، فدي ساعه ما ينفعش ان انا انزل بيها ميه اساسا. بس طبعا بربري من ورا اهي، الساعة سابفاير كريستال، الزجاج بتاعها سابفاير يعني ضد الخدش، من الياقوت الازرق، حاجة كده بنت ناس قوي. طبعا الخبطة اهي اللي انا خبطها حاجة كده صعبة يعني. بربري ساعة محترمة طبعا. الساعة دي بتتباع على اي باي في حدود $150. ساعة برضو اللي عايز يشتري ساعة كفاشن وفي نفس الوقت ساعة كلاسيك يعني انصحه بيها، ساعة مش غالية برضو، ساعة في حدود مثلا 3000 جنيه.
ساعة فعلا فعلا محترمة جدا. بيربري طبعا من ماركات الفاشن العظيمة في الهدوم وفي الشنط وفي كل حاجة. وطبعا انا يعني يشرفني طبعا ان انا معايا ساعة منهم يعني من الماركة دي. بس طبعا يا جماعة طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو عجبك اكتر يا ريت تنشره ما بين اصدقائك. وشكرا جدا ليكم، كان معكم محمد تحسين من قناة الشرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.